مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. بسلام إلى الرب نطلب. السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. كيريا إليسو. لأجل سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلب. كيريا إليسو. يجلي رئيس كهنتنا جوزيف وويليام الموقرين والكهنة المكرمين والشمامسة القدامي بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا إليسو. لأجل ملكنا ومساعديه وجنوده ولأجل مؤازرته في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. هذه البلدة وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا إليسو. لأجل اعتدال الأهوية ووفرة غلال الأرض وأزمنة سلامية إلى الرب نطلب. والمرضى والمتعبين والأسرى ولأجل خلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا إليسو. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. خلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك. كيريا لنذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين والنودع المسيح لله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها. أيها المسيح الإله يا من علق على الصليب حبا لنا هب لنا صليبك الكريم حرزا وصدا لكل عدو لكي نستو له جميعنا هاتفين. خلصنا أيها المسيح بقوة صليبك وقدسنا ببهائه وأيدنا بارتفاعه لأنك أنت نورنا وتقديسنا أيها المسيح الإله وإليك نرفع المجد وإلى أبيك الأزلي وروحك القدوس الصالح والمحيي
الآن وكل أوان وإلى دار داهرين. آمين. ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموطي قدميه فإنه قدوس. خلصنا يا ابن الله يا من صلب بالجسد. نحن المرنمين لك هاليلويا. يعترف لاسمك العظيم بأنه رهيب وقدوس وكرامة الملك أن يحب العبد. خلصنا يا ابن الله يا من صلب بالجسد. نحن يا من صلب بالجسد. نحن المرنمين لك هاليلويا. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. واحفظ بصليبك رعيتك. خلص يا رب شعبك. من يحن على
خلص يا رب شعبك وبارك لي لشعبك الجديد الملقب باسمك، فرح بقدراتك عبيدك المؤمنين مانحا إياهم الغلبة على محاربيهم، لتكن لهم نصراتك سلاح سلام وشعار انتصار. لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الدائرين. فنصغي
ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموطي قدمي فإنه قدوس. الرب قد ملك فلتسقط الشعوب، هو جالس على الشيروبيم فلترتجف الأرض. الحكمة فصم الرسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. روس خمان يا إخوة، إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه قد كتب سأبيد حكمة الحكماء وأرذل فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين حجاج هذا الدار؟ أليس الله قد جهل حكمة هذا العالم؟ فإنه إذ كان العالم وهو في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، حسن لدى الله أن يخلص بجهالة الكرازة الذي لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، أما نحن فنكرز المسيح مصلوبا. شكى اليهود وجهالة لليونانيين، أما المدعوين يهودا ويونانيين فالمسيح قوة الله وحكمة الله. السلام لك أيها الشماس القارئ. فنسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. المجد لك يا Thank you.
فداء عن نفسه، لأن من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ يستحي به ابن الإنسان أيضاً متى أتى في مجد أبيه مع الملائكة والقديسين، وقال لهم: الحق أقول لكم إن بعض القائمين ها هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله آتياً بقوة. حقاً والسلام لجميعكم. المجد الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الإخوة والأخوات المحبوبون في الرب، يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فالصليب هو قوة الله. أجل الصليب محبة وعطاء، الصليب إيمان ورجاء. فنحن عندما ننظر إلى المسيح المصلوب تتجه أنظارنا إلى الأيام الثلاث: الجمعة والسبت والأحد، أعني الجمعة العظيمة وسبت النور وأحد القيامة. والرسول بولس عندما كتب نشيد المحبة في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الفصل 13 من الآية 1 إلى الآية 13، في الآية الأخيرة ذكر الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهن المحبة. اليوم الأول هو يوم الجمعة، أي يوم الصلب، أي الإيمان بربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي صلب على الصليب لأجلنا جميعاً. إذن يوم الجمعة العظيمة يمكننا أن نسميه بيوم الإيمان بيسوع المصلوب. يوم الجمعة العظيمة يمكننا أن نسميه بيوم الإيمان بيسوع المصلوب. ونحن عندما نرسم إشارة الصليب نعبر ونعلن عن إيماننا بالأسرار الإلهية الثلاث: سر الثالوث الأقدس، وسر التجسد، وسر الفداء. فعندما نرسم الصليب على جباهنا وصدورنا نتذكر محبة الله لنا، نتذكر أن الصليب ذبيحة حب، نتذكر أن الصليب ذبيحة حب، وكما قال الرسول يوحنا في إنجيله: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لازم نحفظ هذه الآية، بدعيدها: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن يوم الجمعة العظيمة يا أحبة هو يوم الإيمان، وثم يأتي يوم السبت وهو سبت النور، ويمكننا أن نطلق عليه سبت الانتظار والرجاء. فكان سبت الرجاء وسبت النور، أي الخروج من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة. ثم جاء فجر يوم الأحد الذي هو يوم القيامة، ويوم القيامة هو يوم المحبة. يوم القيامة هو يوم المحبة، فكانت قيامة السيد المسيح له المجد انتصار المحبة على الكراهية والحقد، وانتصار الحق على الظلم.
معلناً حبه وغفرانه للعالم أجمع، لأنه هو الرب المحب البشر. فأصبح يوم الأحد هو عيد المحبة الإلهية، أصبح يوم الأحد هو عيد المحبة الإلهية التي سكبها الله في قلوبنا، كما يقول لنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل روما: لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. أيها الأحباء، في عيد الصليب ماذا يعني لك الصليب؟ ماذا يعني لك الصليب؟ الصليب يعني أنك تتعب وتتحمل وتتألم من أجل الرب يسوع، تتعب وتتحمل وتتألم من أجل الرب يسوع. وكما قال لنا الرسول بولس: وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضاً أن تتألموا لأجله. لذا أيها المسيحي، في عيد الصليب المقدس أتوجه إليك بالنصائح الروحية التالية. أولاً، إذا كنت في ضيق أو حزن، ارفع نظرك إلى يسوع المصلوب وتذكر أن بعد الصلب والموت هناك مجد وقيامة، أي بعد كل صليب وجلجلة يعقبها دائماً أفراح القيامة. ثانياً، كن مصلوباً لا صالباً، كن مصلوباً لا صالباً. إن كنت مصلوباً من أجل الإيمان والحق، ثق أن الله سيكون معك ويرد لك حقك، واعرف أن كل ألم تقاسيه من أجل الإيمان هو محسوب عند الله، له إكليله في السماء وبركته على الأرض. أما إذا كنت صالباً لغيرك، أي فيك عنصر الشر والظلم، اعرف أن الله سيقف ضدك ويعاقبك. ثالث نقطة، السيد المسيح بصلبه صالحنا مع الله الآب، فيجب علينا نحن أن نتصالح مع بعضنا البعض، أي لا نحمل الحقد في قلوبنا. أيها الأحباء، باسمي وباسم إخوتي الأباء الكهنة الأفاضل الذين يشاركون معنا في هذا القداس الإلهي، الأب الأرشمدريد خالد شعبان وأخي الأب وسام منصور راعي كنيسة مار يوسف، وأبونا هشام اليسوعي اللي بيحب يعترف هو موجود لسماع اعترافاتكم، نهنئكم بعيد الصليب المقدس، ونرجو أن يكون هذا العيد مباركاً عليكم بنعمه وبركاته الوافرة، أي عيداً نعيش فيه الفضائل الإلهية الثلاث: الإيمان والرجاء والمحبة. عملنا ربط إحنا بين الفضائل الإلهية الثلاث والثلاث أيام: الجمعة العظيمة، سبت النور، ويوم الأحد يوم المحبة الإلهية. إذن علينا يا أحبة أن نعيش هذه الفضائل في حياتنا: الإيمان والرجاء والمحبة. وفي هذا القداس الإلهي نرفع صلاتنا إلى الله العلي القدير لأجل سلام العالم كله، وأن يحفظ وطننا الأردن في أمنه واستقراره، ويحفظ لبنان بشفاعة سيدتنا مريم العذراء سيدة لبنان، وأن يحل السلام في سوريا والعراق وفي كل بلادنا العربية. وصليب الرب يسوع يبارك حياتكم ويحفظكم جميعاً، مرددين: يا صليب الرب، يا صليب الرب، ولإلهنا كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين. الحكمة حتى إذا كنا مصونين بعزتك الإلهية نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداء آمين.
يذكر الرب لله جميعنا وجميع المسيحيين الحسني العبادة وجميع الخاطرين ببال كل واحد منكم، فليذكر الرب لله في ملكوت كل حين الآن وكل أوان وإلى دار داهرين. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. نقدم هذه الذبيحة المقدسة لأجل راحة المرحومين الراقدين على رجاء القيامة، المرحومة شارلوت إيليا الفحل أم سليم، والدة الأب قدس الأب وسام منصور، وزوجها المرحوم سمعان سليم منصور، والمرحومة جميلة خليل شعبان أم غالب، والدة قدس الأب خالد شعبان، وزوجها المرحوم جميل يعقوب شعبان. فليرحمهم الرب الإله وليذكرهم في ملكوته كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. السلام لجميعكم. نحب بعضنا بعضا لكي نعترف بنيات واحدة الآب والابن والروح القدس الثالوث الواحد في الزواج وغير المنفصل بيننا كائنا وسيكون المسيح فيما بيننا كائنا وسيكون. المسيح فيما بيننا كائن وسيكون. تبادل سلام المسيح ونقل المسيح فيما بيننا كائن وسيكون. المسيح فيما تبادل سلام المسيح. المسيح فيما بيننا كائن وسيكون. المسيح فيما بيننا كائن وسيكون. بحكمة فنعلن إيماننا، نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل.
اللهم صل الناطق الأنبياء بخميس واحدة لنقف حسناً ونقف بتهيُّبٍ فنصغي لنقدم بسلامٍ القربان المقدس نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم لنرفع قلوبنا إلى واجب وحق أن نسبح ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونجد لك في كل مواضع سيادتك فإنك أنت الإله الذي لا يبي وصف ولا يحده عقل ولا يرى ولا يدرك الدام الوجود والكان هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت خرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فقمتنا وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكك الآتي فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس كما نشكر لك كل من لنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية نشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي تضيت أن تقبلها من أيدينا مع أن ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشيربيم والسيرابيم ذوي الأجنحة الستة والعيون كثيرة محلقين وطائرين مرنمين بنشيد الظفر هاتفين وصارخين وقائلين قدوسا 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 الرب السبعون السماء والأرض مملوءة تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا فكلوا هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا ذلك الكاس من بعد العشاء قائلا اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي وراك عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا آمين
لك مما هو لك، نقرب لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. إياك نسبح واجعل هذا الخبز يسود مسيحك الكريم امين، وما في هذا الكاس نما مسيحك الكريم، وحولا اياهما بروحك القدوس امين امين امين. اليك نطلب يا اله خصوصا سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية ماريا. يا والدة الإله أنت الفردوس سري، فقد أنبت مسيح بلا ريف لاح الذي منه غرست في الأرض شجرة الصليب الحاملة الحياة. فالآن نسجد له مرفوعاً وإياك رب. أولا قداسة البابا فرانسيس الطباوي وأبانا وبطريركنا يوسف المقبوط ورئيسا كهنتنا جوزيف وويليام الموقرين، ونعم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام الصحة مكرمين مديدي الأيام مفصلين بأحكام كلمة حقك. قدسهم في خدمتي واحفظ جميع المؤمنين. واعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الدائرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. ومع روحك. بعد أن ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب. حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبحه المقدس السماء والعقل رائحة طيب الروح يسمو علينا عوضا منها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. نسأل الوحدة في الإيمان وشركة الروح القدس ندع المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها. وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه إلهي نسر ونقول أبانا الذي في
مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الدائرين. السلام لجميعكم. احن رؤوسكم للرب. انت ايضا ايها السيد مهد طرقنا، انت ايضا ايها السيد المحب البشر مهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجاته الخاصه. رافق المسافرين، عزي الحزانه، اشفي المرضى يا طبيب نفوسنا واجسادنا. نعمه ابنك الوحيد ورافتي ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. كنا سوا، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. روس خمين الأقداس للقديس حرارة الإيمان المملوءة من الروح القدس. صفحة 36، كنا سوا الصلوات الاستدادية للتناول. أنا أؤمن يا رب وأعترف أنك أنت حقا مسيح ابن الله الحي الذي Yeah.
بمخافة الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين. مبارك الآتي باسم الرب. جسد المسيح ودمه الرب والله وقد ظهر لنا. اقبلني اليوم شريكا في عشاء السري يا ابن الله. فإنني لأعدائك ولا أعطي قبلة خاشة مثل يهوذا. لا لك صارخا. جسد المسيح اذكرني يا رب. اذكرني يا سيدي. اذكرني يا قدوس. اذكر جميعنا يا مخلص. متى في ملكوتك جسد المسيح ودمه. ربي جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا. طوبى لمن يرتوي منهما.
قد أبدت عزتها المسيح.
أن إلى الأبد رحمته. هللويا. جسد المسيح قدمه لأبواب البر فادخل. عبد الله الشماس قام يتناول جسد المسيح لأن إلى الأبد رحمته. هنا في آخر شيء على الويل شير يعني برا نوجه. جسد المسيح ودمه لغفران الخطايا ولشفاء النفس والجسد. جسد المسيح ودمه لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. مانحا للعالم السلام واحفظ بارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيها الذين اشتركوا في أسرار المسيح الإلهية المقدسة الخالدة السماوية المحيا الرهيبة نشكر الرب شكرا لائقا. يا رب نشكرك أيها اشعل النار. لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا كل أوان وإلى دهر الداهرين. لننطلق بالسلام باسم الرب إلى الرب نطلب. يا رب يا مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك. خلص شعبك وبارك ميراثك. احفظ كمال كنيستك. قدس المحبين أباب بيتك. أن تعوض مجدا بقدرتك الإلهية ولا تؤمننا نحن متوكلين عليك. هب السلام لعالمك لكنائسك للكهنة للملك وللجنود ولكل شعبك. لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. اسم الرب مبارك. تعرف تكرم الله بارك الرمان هلا أيها الرب إلهنا الصالح والمحب البشر لقد أرسلت المكوين. ليكن اسم الرب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. مباركة الرمان الآن. تفضل. أيها الرب إلهنا الصالح والمحب البشر لأن الأجساد لك الوحيد
ربنا يسوع المسيح ليخلص العالم بصليبه ودفنه وقيامته، بارك ثمار هذه الرمان بقدرة صليبك أيها المسيح إله، وقدس المتناولين منها، احفظ رعيتك بشفاعة سيدتنا الكامل الطهارة والدة إله الدامة البتولية مريم وجميع قديسيك، لأنك أنت إلهنا المبارك والمقدس الأشياء كافة، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لأنه كل أوان وإلى دهر الداهرين. إلى الرب نطلب، إلى الرب نطلب البركة الختامية مع بعض. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله دائماً بيكون احتفال الصليب هو علامة عز وافتخار في حياتنا ومسيرتنا بالإيمان. ياريت نتمنى من الجميع أنه نبقى بالكنيسة حالما يخرج موكب الكهنة والخدام، بتقدم المسيرة أعلام الأردن والفاتيكان والصليب المقدس والشموع، ومن ثم الكهنة وباقي الشعب.